الحمد لله جيزة وخلصنا السعي والطواف سبعة أشواط. ايوه يا أسامة خلصنا الطواف والسعي. ايوه ويلا وسميه لروحه من منى. ايوه يلا يا عبد الفتاح ويوسف من منى حبيبي. يا أسامة ويوسف الذي من الحرم إلى الميناء في هذه نوجهوها إن شاء الله. صح يا أسامة؟ ايوه. وصح يا يوسف؟ ايوه. شطورة يا أسامة ويوسف من الحرم إلى الميناء للعزيزية. وصلنا يا أسامة ويوسف بالميناء عاد مخيم كثير من منى. يا حبيبي عاد مخيم كثير. ايوا وصدقا يا أسامة مخيم كثيرة للون الأبيض الكثيرة خاصة القبعة للون الأبيض والفليلة للون الأبيض وسلوال اللون الأبيض. وأسامة ويوسف يلبس فليلة للون الرمادي وأسامة ويوسف السلوان أسود. وما أدراك ما السلوال الأسود؟ يا عبد الفتاح يعني يوم ثامن الحجة يوم التروية في الميناء. فعلا لما تستحي بيوم الثامن من ذي الحجة يا ميلا يا متخلفا يا ميلا يا تروية. مثلا يا عبد الفتاح يعني ايش نسوين مخيم لدخن ولا خارج؟ ايوه مخيم الداخل والخارج من الميلا الذي نسويها البيت الذي نسويها البيت جديدة وسويها المخيما جديدا الذي مخيما لكسره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عبد الفتاح إيش نسوي في هذه المسجد النمرة؟ إيش هيكون يروح مستيفة والعرفة حتى نصل المسجد النمرة؟ أقول لك يا أسامة المسجد النمر في هذه المظاهرات ولكن نمرة في هذه إيش نسويها 17 رمضان ولكن يا مظاهرات المسجد نمرة ولكن يتكلمون متخلفة للموسى. ويلا أسامة نشوف المقبع في هذه المظاهرة المسجد نمرة وخليها يا موسى يا مكبرات الصوت. يا عبد الرزاق. نعم يا أستاذ جعفر. ايوه. ويا عم الفيصل. نعم. ايش رايكم بسوي لها الحفلة نشدوا اللي حب يسي من مسجد النمرة؟ ايوه تكبير الله يلعن تكبير الله يلعن تكبير يا اخي خبيث. اللهم اني صايم حتى تقول لي الله يلعن تكبيرك. ايوه لا يا خبل عشان اللي شد الحبل السيف المسجد النمرة الذي معركة المظاهرات وبمعركة يحرقوهم المسجد النمرة وتفجيرهم عزة للمسجد النمرة العزة والكرامة. اللهم إنا نعوذ بك من البغص والجنود والجسام ومن سيء أسقام يعياني اليوم خياني شد ضمني حبل السيف يا جعفر يا عم فيصل يا اخي خبيه الاشياء اللي نعرفها يا اخي معنا ما شوف شوف شوف. طيب النصيحه لتمام الساعه يابا اروح معاكم يا عبد الرزاق وجعفر ويا عم فيصل يابا ركب سياراتكم وخليها وصلنا من المسجد النمره تفكير تفكير بوجهك انت بالروح بالدم تفيك النمره روح بالدم يا فيك النمرة يلا امشي روح
بالدم بالفيش الأمة بالروح بالدم بالفيش الأمة. أبشروا 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 لموا وقصوا لموا وقصوا. يا عبد الفتاح يا عبد الفتاح ايش بك خبي صوتك يا خبي خير ايش بك خبل هذا يا اخي مسجد النميرة من مظاهرات صح مسجد النميرة من مظاهرات ليش مسجد النميرة من مظاهرات يا اخي ايش بك خبل هذا هو مستعال بس يا اخي في صوت في صوت اسعاد مسجد النميرة من مظاهرات بالروح بالدم لفيق النميرة وشدني حبل السيف كيف يشد الحبل السيف لا قال معروف لشدني حبل السيف لا عباسي ولا جعفر ولا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وأنا اسمي يوسف عليه السلام يا بني آدم يا عبد الفتاح يا بني آدم مش بكخب الهزاء فعلا المسجد النميرة من مظاهرات يشدني حبل السيف يا نميرة الذي يحرقون حسبي الله ونعم الوكيل خبل هذا لا يا مجنونة بل الذي مصيبة مسوية ونعشل واخر أسكت يوسف اسمه شوف سوف الله أكبر الله أكبر أبدا إذا كان التكبير الله أكبر ويحرقون وتفجيرهم يا قبيان إحراقهم وخليها يتصل على الشرطة واتصلوا على الحريقهم ليش؟ يا عبد الفتاح اللي قال لكم مصيبة حسبي الله ونعم الوكيل فيه الذي قالوا خاصة لنحرق لو سمع عليها مسجد النميرة للمظاهرات مسجد النميرة من مظاهرات يا سلام يا سلام صاروخي بالله يشفي خيالي يا وسام وين رايح يا وسام وسام ويوسف اختفت فينو هذا اكيد يروح لعنده مظاهرات هذا اكيد يروح لعنده مظاهرات الشعب يوري لن نقال بالسجن الشعب يوري لن نقال بالسجن الشعب يوري لن نقال بالشرطة الشعب يوري لن نقال بالشرطة روح بالدم وسامة ويوسف روح بالدم وسامة ويوسف لما مستعد للانفجار لما مستعد للانفجار اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بالدم نفيك للنواه بالروح بالدم نفيك للنواه ليش يا مسجد النميرة تبغى تروح مسجد النميرة لمستنفة؟ ايوه الله يرضى عليك يا أسامة وخليها اللي يروح المستنفة ولا عرف المسجد النميرة ولكن يا منى متخلفة اللي وجهه إلى مستنفة مينا إلى مستنفة يا أسامة ويا يوسف وصلنا إلى مستلفة وما أدراك ما مستلفة وصلنا مستلفة وصلنا مستلفة يا عبد الفتاح ايوه وصلنا ليش كذا